بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في السلطنة وعرب سموه في البرقية عن أطيب تهاني وخالص تمنياته له بهذه المناسبة الكريمة سائلا الله عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق المزيد من النماء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لجلالته مشيدا سمو بمتانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور على كافة الأصعدة